الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنرحب بضيوفنا الكرام المشايخ الأجلاء الشيخ القليصي والشيخ عثمان السالمي والشيخ عبد الكريم الدولة وغيرهم من المشايخ، حياهم الله جميعا، حيا الله الحاضرين جميعا، أحب الله أجركم وجزاكم الله خيرا. وكلامي باختصار إن شاء الله رسالة إلى أبنائنا وإخواننا طلبة العلم المغتربين، أبناء المراكز، أبناء دور الحديث الذين أحوجتهم ظروف المعيشة إلى الرحلة والغربة في طلب الرزق. وقد مر في كلام الشيخ عثمان وكلام أبي إسحاق شيء من هذا، بل كثير من هذا. أيها الإخوة، روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا الدعاء ينبغي أن نكثر منه، دعاء عظيم. قوله: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اعلموا بارك الله فيكم أن المعاصي لا تزول إلا بمعصية، فالمراد: اللهم إني أعوذ بك من المعاصي التي تكون سببا لزوال نعمتك. والنعم كثيرة، دينية ودنيوية، فكم من ذي عينين صار أعور أو أعمى، وكم من سميع أصبح أصم، وكم من ذي رجلين صار أعرج أو مشلول، وكم من ذكي افتقد ذاكرته، وكم من جميل أصابه احتراق أو شيء تجعدت جلود وجهه وغيره، وكم من غني صار فقيرا، كم من صحيح صار مريضا، وكم من عزيز بل، وكم من شخص كان عنده علم ودين. وهذه أعظم المصائب في زوال النعم، فيذهب عنه علمه أو شيء من دينه، ورب إنسان يذهب دينه بالكلية. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ بالله من زوال النعمة. الجملة الثانية قوله: وتحول عافيتك، يعني أن يتحول الإنسان من كونه معافى إلى مبتلى. وهذا أمر عظيم، وليس في أمر الدنيا فقط. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فانظر كيف سأل الله العافية في أمور كثيرة، في نفسه وأهله وماله وفي أمور دنياه وآخرته. فالإنسان إذا تحولت عنه العافية، بمعنى أنه أصبح عرضة للأقدار التي تضره، أصبح عرضة، كان معافى من المشاكل، فابتلاه الله بجيران آذوه إما في أرض أو مع أولاده أو مع أهله، ربما ابتلاه الله بمرض في أولاده، كان معافى كانوا أصحاء وأصبح منشغلا بهم من مستشفى إلى آخر. نعم، كان بعيدا عن الآثام والمعاصي فتعرض لها وتعرضت له، ووجدت له أسباب أوقعته في تلك المعاصي. المهم أنه أصبح عرضة للمصائب حين تحولت عنه العافية، تحولت عنه العافية. فانتبه لهاتين الجملتين من الحديث والبقية كما سمعتموها. نعم، فأنت يا طالب العلم كنت على نعمة ولا تزال على نعمة الله عز وجل في طلبك للعلم، حفظت من القرآن ما حفظت، حفظت من السنة ما حفظت، درست الكتب في فنون متنوعة، وربما درست بعض الكتب التي درستها دعوت إلى الله، خطبت وحاضرت وعلمت الناس ودعوت إلى الله. فشاهد أنك قد ابتلاك الله بأن أحوجك إلى طلب المعيشة، ليس حراما عليك، وليس حراما عليك أن تكون غنيا ثريا، هذا فضل الله عليك، لكن انتبه لنفسك أن تضعف وأن تتضعضع، أن يضعف التزامك، أن يضعف إيمانك، أن يضعف تمسكك بالسنة. نعم، تستطيع أن تدعو إلى الله أينما كنت، تستطيع أن تعمل بطاعة الله أينما كنت، تستطيع أن تكون نافعا لغيرك أينما كنت، ولا أقل من أن تحافظ على رأس المال، تحافظ على نفسك، تحافظ على استقامتك، على تمسكك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تتخلف عن الجماعة ولا فرضا واحدا، وابذل جميع الأسباب التي تجعلك من أهل الصف الأول دائما، وتكون سباقا إلى ذلك، يظهر عليك الالتزام، يظهر عليك صدق الحديث وأداء الأمانة، يظهر عليك الاقتصار على ما أحل الله لك من المعيشة، لا تكتسب حراما، يظهر عليك أخلاق طلبة العلم، ويظهر عليك قوة العزيمة في الاستمرار على التمسك بالكتاب والسنة، يظهر عليك الحفاظ على صلاة النوافل التي قبل الصلوات وبعدها، على قيام الليل ولو بشيء يسير، على صلاة الضحى، أن تحافظ على أذكار الصلاة القبلية والبعدية وأذكار الصباح والمساء،
لا بد أن يكون لك ورد من القرآن يومي، لا تقصر في ذلك وأنت في ذلك ما بين يوم نشاط ويوم انشغال أو كسل. مهما حصل فوردك معروف، قابل للزيادة غير قابل للنقص، غير قابل للنقص. ربما يعتريك الكسل تقول أنا أجعل وردي جزءا من القرآن أو نصف جزء أو كما تيسر، ستجد أن الأسبوع يمر لا قرأت شيئا وأنت على ماذا؟ الترنح ولا يعني إعطاء نفسك راحتها أنه على التيسير. شد على نفسك في هذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام به في الليل والنهار ذكره، ومن لم يقم به نسيه. يا أخي العزيز، الله أعلم كم بقي من عمرك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نعم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أما أن تكون كأنك شمعة تضيء للناس وتحرق نفسك، تكتسب لأولادك المعيشة من هنا وهناك وتضيع نفسك وتضيع عمرك، أطلب لهم المعيشة وحافظ على دينك، حافظ على إيمانك، حافظ على علمك، ولا تحكم على نفسك بالإعدام أنك مغترب مدى الحياة. لا، هيئ نفسك واكتسب ما يسر الله، وانظر لك سببا للمعيشة قريبا من أولادك. الغربة حرمتك من أولادك وحرمت أولادك منك، حرمتك من زوجتك وأمك وأبيك وإخوانك وحرموا منك. لهذا اجعلها قضية مؤقتة لا دائمة مستمرة. يا أيها الإخوة، بعض إخواننا شغلوا بوسائل التواصل الاجتماعي، ربما يكون عنده في الواتساب قد 5 مجموعات أو 10 مجموعات، بعضهم ينام يستيقظ على 400 رسالة، 500 رسالة، بل أخبرني شخص أنه ربما تصل الرسائل عنده غير المقروءة فوق 1000. كم تحتاج هذه من الوقت؟ كم تحتاج هذه من الوقت؟ لو أنه استطلاع فقط وحذف، فكيف إذا كانت بعضها تحتاج إلى جواب؟ كيف إذا كانت بقية غير المجموعات المراسلات الفردية يحتاج إلى دردشة ربما يأخذ نصف ساعة أو ربع ساعة أو ساعة؟ انتهى من الواتساب، بقي التليجرام، عنده رسائل كثيرة في التليجرام، بقي البحر المحيط، الفيسبوك. نعم، يتصفح الذي له والذي لغيره، وربما كان عنده حساب في تويتر، بقي شغلة أخرى. هل بقي للدار الآخرة شيء؟ ربما كان أكثرها لا له ولا عليه، هذا إن لم يكن في بعضها ضرر. فلهذا ضاعت الأعمار مع الواتساب. ربما يأخذ الجوال منه ما يكفي لأن يقرأ في اليوم الواحد 3 أجزاء أو 4 أجزاء، وهذه كلها تضيع مع هذه الأجهزة التي أضرت. ويمكن أن تستعمل في الدعوة إلى الله، لكن أتكلم مع بعض الشباب الذين كانوا طلبة علم ونفع الله بهم وظهر فيهم الخير وظهرت عليهم السنة ونفعوا غيرهم، ضيعوا أنفسهم في هذه الأمور التافهة المضيعة للوقت. يا أيها الإخوة، أنت يا طالب العلم نعتبرك إذا خرجت من دار حديثك الذي كنت فيه سفيرا لأهل العلم أينما كنت، تدعو إلى الله، تعلم الناس الخير، تنشر ما لديك من علم،
ركبت مرة هنا في مكة في سيارة أجرة مع شاب يظهر عليه أنه باكستاني وأعجبني إعفاؤه للحيته، مر بي الكلام معه وشكرته على إعفائه للحيته، فقال لي كثير من السنن إنما هي على وجه الأرض، إعفاء السواك، قصر الثوب، سنن كثيرة على وجه الأرض، قال لكن اللحية تنزل معك القبر. سبحان الله، سأكتفي وأعجمي بهذا الفهم، فارتحت لكلامه وزدته فوق الأجرة 5 ريالات، قلت هذه لك من أجل كلمة في قضية اللحية. فلاحظ الإنسان الذي فيه الخير كالغير، أينما وقع نفع، أينما وقع نفع. الآن خطب أهل السنة، محاضرات أهل السنة موجودة بين يديك، تستطيع أن تستمعها. لو كنت سائق سيارة، لو كنت في عمل ما، لا تشغل بالكلام مع الآخرين، تستطيع أن تستفيد من دروس أهل السنة وخطبهم ومحاضراتهم وكلماتهم. نعم، فالمهم بارك الله فيكم أننا نريد من إخواننا أن يشحذوا هممهم وأن تقوى عزائمهم وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. اتقوا الله في أنفسكم، حافظوا على قلوبكم وأسماعكم وأبصاركم من سماع الحرام، من النظر إلى الحرام. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا من معاصي الخلوات، خاصة مع وجود الجوالات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، جبال رملية تأخذها الرياح. قال: يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال: هم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون. إذن عباد عندهم قيام ليل، عندهم صالحات. قال: لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فاحذر على نفسك من هذا الأمر غاية الحذر، وتابع نفسك وراقب الله. جاءك مثل معين يطلب منك فتحه، حتى خنقك أنه لا بد تفتحه، فالحمد خرج من ما عليك غصب أنك تفتحه، لا بد، ما أنت مجبور، فعل خروج وامشي. نعم، وراودتك نفسك، فعل حذف ولا بد، خروج من ذلك المكان الذي فيه منظر معين، فيه ما لا يرضى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر لا بد منه. وهكذا بارك الله فيكم، تابعوا أولادكم، يا من لكم أولاد في البلاد تابعوهم في التزامهم بالسنة، تابعوا بناتكم، تابعوا زوجاتكم في الحجاب، في الصلاة، في الأخلاق، في طلب العلم، غير ذلك. نعم، ليستمر الخير الذي كنتم عليه والذي أنتم عليه. وعليكم الدعاء أن الله عز وجل يحفظ عليكم، أن الله يحفظ عليكم دينكم، ويحفظ عليكم علمكم، ويحفظ عليكم أخلاقكم، ويحفظ عليكم أهلكم وأولادكم، ويحفظ عليكم أموالكم، وأن يبارك لكم فيما أعطاكم. وأكثر من الدعاء أن يردكم الله عز وجل إلى طلب العلم، لعل الله عز وجل أن ينفعكم ويرفعكم ويجعلكم دعاة إلى الله، ويجعلكم أهل علم وأهل خير وصلاح. ولا أقل
من أن تكون راعيا لأولادك ليطلبوا العلم، ومقيما لهم في مكانك الذي كنت تصبو إليه إذا يئست من نفسك، فتكتسب لتزوجهم، تنفق عليهم ليتفرغوا هم لطلب العلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. يا أيها الإخوة، المطلوب هي لقمة عيش حتى تلقى الله عز وجل. طلبة العلم يفعلون الرجيم، لا تظنهم يعني موت جوع، لا، بعض طلبة العلم يعني يريد يتخلص من السمنة، كن في خير ونعمة ما ماتوا جوعا، طلبوا العلم واكتسبوا العلم ونفعهم الله فيما هم فيه، والله ما تدري كيف يسير حياته، ومع ذلك تراه بجمال ونظافة، ثياب جميلة، وأكل وشرب، وسائر على خير الحمد لله. فلهذا لا تذهب من نفوسكم العزيمة القوية على طلب العلم والاستمرار في طلب العلم. أسأل الله يوفقنا ويكون ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.